اهلا وسهلا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، الامور مزيانه. بغيت غير نذكركم بالمسابقه. الرابحه الاولى غتربح عجانه، الرابحه الثانيه غادا تربح ماكينه ديال القهوه، والرابحه الثالثه غادا تربح مولينكس ومعها طهاي، يعني بوطه صغيره الكتريك. حد سعيد لكم كاملين كاملين. السحب باقي ليه، فقط باقي ليه 4 ايام، فسارعوا شاركوا. حد سعيد لكم لكم كاملين. طريقه كيفاش غتشاركوا في المسابقه. هذا الفيديو هذا حطيته لكم خصيصا في غير 4 دقائق، مش 4 دقائق، 4 ثواني فقط، باش تدخلوا وتكتبوا من تحت منه كومونتيرات. القناه هذه خاصه باش غادي ندير لكم منها السحب. غادي تدخلوا هنايا البنات، غادي تدوزوا لهنايا شانلز، يعني القنوات كتكون حدا هاد اباوت. شو الاخر فاش كتموا غاديين هنايا، يعني من تحت من الفيديو هذا اللي كتفرجوا فيه دابا، تحت منه غادي تلقاو الرابط. داك الرابط ضغطوا عليه، غادي يحطكم هنايا في هاد القناه هادي اللي هي القناه ديال اسي بيوتي الثانيه، ماشي هادي اللي انا كندوي معكم فيها. هادي فقط درتها باش نسحب لكم منها، يعني راه ما خدامه ما والو هاد القناه، غنسالي غنسوبريمي هاد الفيديو. هنا غادي تدخلوا، غادي تدوزوا لهنايا، هنايا الفوق كيف قلت لكم، تدخلوا هنايا غتوركوا على القنوات. هنا البنات وانتوما نازلين، وانتوما نازلين كيكونوا بحال هكايا، هما نورمال. انا دابا دايره لهم سبسكرايب، ياك كيكونوا بحال هكايا. انتوما اشنو غادي ديروا؟ غادي ديروا ابوني لكل وحده، غديروا ابوني لكل وحده مع تفعيل الجرس. غديروا بحال هكا، يعني بحال هكا فوقانيه، غتوركوا على هادي باش يوصلكم كاع لي نوتيفيكاسيون ديالهم. ابوني لهادي حتى هي بحال هكا، وانتوما نازلين بلا ما غتخرجوا لا رابط لا حتى شي حاجه، لا يصدعكم لا تجيكم تصعيبه، ساهله مهله. غتابونوا عند البنات كاملين اللي غتلقاوهم في هاد التشانلز، وما خصكم تفلتوا حتى شي وحده، لانه لابليكاسيون غادا تعزل الناس اللي هما مطبقين حقا حقا الشروط. نبغيكم كاملين انكم تخليوا لراسكم واحد الحد، وفاش تساليوا هنايا غادا ترجعوا لهنايا القناه، غادا ترجعوا لهاد القناه هادي اللي درتوا لهم ابوني 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 الوحده، غتلقاو هاد الفيديو هذا. غادا توركوا على الفيديو البنات بحال هكا، وشنو غادي ديروا؟ غادي تخليو كومونتير، تخليو كومونتير، غادي تكتبوا، غتخليو كومونتير وغادي تكتبي نمره التليفون ديالك ولا الجيميل ديالك كما قلت لكم، صافي. وغادي ديري بحال درتو زعما في وقت متاخر هنا في البالكون. الله يلا عبرات، حيتاش البنات ما نكذبش عليكم، تي نشوف عاوتاني طاطا والجلبانه دايره معاها انه كاين صداع لهيه. قلتلكم البنات ما بغاش دير الطاجين، ما بغاش ديرو في البقا، ديرو في البوطه، لانه بصراحه قالت لي غيخرج لي على البوطه، البوطه قالت لي عجباتني وعجباني وغنبقى ندير فيها الطاجين، غادي كله غيتثقب ليا. قالت لي ما بقيتش بغيت نديرها فيه، بغيت ندير في المجمر ولا ندير في البوطه الصغيره. قلت لها مزيان لك صافي باش يبقى لك مزيان، فهمتي؟ وغير طياب وهذا، حيت الطاجين دابا بنين كيوصل واحد القيشه الطين مع هذا غادي يخسر داك الشيء. قلت لها من الاحسن حسن ويجي بنين. هما غادي نصايب لكم واحد الحاجه اللي غتعجبكم بزاف، اللي تحرمنا منها في هذا الحجر الصحي، غادي تصايبها في دارك بلا مشاكل بلا والو، بلا ما تقلبي عليها تصايبها في دارك. انا بعدا تشهيتها تي الليل، بديت كنفكر فيها، عرفتي شدني العصب بالليل لانني تشهيتها في هذيك الفتره ديال الوقت متاخر. نط لقيت الوالده كتشحر بالليل، قلت لها اش كديري؟ لان هي ما كتصومش، مريضه، فهمتوا راكم عارفين. قلت لها اش كديري؟ لقيتها كتشحر داكشي. قلت لها دوقي، قلت لها حشومه عليك، شهيتيني في الفريت، عرفتي تشهيت الفريت وهذا. ايوا ما صايباتوش ليا، صايبات كميه بسيطه، خديت لها داكشي كامل، ما خليت لها هي والو. ايوا قلت لها تال، قلت لها غدا اليوم صبحات مسكينه مصايبه الفريش بزاف، زعما التعواد. ايوا صافي دابا غادا نخرج نقضي الغرض، ناخذ شنو خاصني لهذا. وانا نقول لكم من دابا غنصايب تاكوس، تاكوس بحال ديال الزنقه، وشي حاجه اللي زوينه. نوريكم شنو غادا ناخذ ليه، شنو هما الحاجات اللي خاصيني ليه، خليكم معايا في التاي. دابا غادا نصايبو تاكوس زوين، وتاكوس حقيقي اللي بالمواصفات ديالو، جميع المواصفات. عرفتي نقيت البصله قهرتني في عيني. شو هانتوما يلاه صايبت نقيه، ثلاثه البصلات، ثلاثه البصلات بحال هكا شلطتهم بهذه الطريقه هذه. هنايا ثلاثه البصلات البنات شلطتهم. هنايا الستيك بحال هكا مقطع طروفه، يعني الهبره ديال الدجاج مقطعه طروفه بحال هكايا. ومن بعد غادي نوريكم شنو هما الحاجات الاخرين اللي غادي نحتاجوهم باش تعرفوا، باش تعرفوا المقله سخونه بزاف. هذا هاكو المقله سخونه بزاف، هذا المعلقه كبيره ديال، معلقه كبيره ديال الزبده. هذا نزيد عليها البصله الفرنسية، فرنسية حرفه الزبده والزيت،
هنا درنا الفريج باش يتقلى، لانه تاكوس راكم عارفين كيكون معمر في الفريج، كاين اللي كيعجبو كاين اللي لا. انا فاش كنت كنشري ما كانش كيعجبني بالفريج، ولكن اليوم قررت انني نصايبو بالفريج. غادي نوريكم الطريقه ديالو زوينه وسهله. ما كتشايش غادي نزيد ليه البزار، شويه البزار وشويه ديال الملح حتى تولي ذهبيه. هاد مزيان عاد درت على مخيله البصله البنات اللي طابت هي هكا الشوكي ولات. نخليها في هاد الجنب هذا بحال هكا. هنا غادي ندير الزيت، هاد الحرق هذا غير ديال البصله. هنا البنات، هنا البنات الكسه، نديرو لها شويه الملحه. شوفها انا نسخروها مزيان. هنا البنات من بعد ما الكفته بدات كطيب، شوف بقى غير شويه صافي. غادي نحيدها واحد 10 دقائق هكاك، غادي نحيدها باش نوريكم شنو غادي ندير، الحاجه اللي من بعد غادي نديرها. دابا البنات نفس المقله اللي درت فيها الكفته وخليت فيها البصله، غادي ندير درت هنايا دجاج. الدجاج هنا درت فيه معلقه ديال الزبده وشويه ديال الزيت. فرشة الملح، كعطات الكحولية في الدجاجة ديال البوطا. شنو كنقول لكم؟ معلقة كبيرة ديال معلقة كبيرة ديال المايزينا. هنا الحليب، هذا الحليب درته في البوطا، ندير معلقة كبيرة ديال المايزينا. نخلط مزيان مزيان مزيان، نخلي شوية يغلى. طابت مع الحليب ولات معلكة، غادي نديرها فوق هاد فوق الدجاج. ديش عليا محزمه لانه السروه شويه مزيان، ما لقيتش السروه ديال الفوق، درت واحد الكونه مزيان اللي درت ليا الفوق الفولار هذا. ندير البنات فرماج حمر مشكوك، كمية ديال جوج بحال هكا، جوج كمية جوج كمرات صافي. ونخلط هادشي عاوتاني. شفتو فتيات خصهم يولي بحال هكايا، يولي بحال هكايا. مازال دابا هي خصها غير شويه باش داك الماء يشرب، داك الدجاج يشرب الماء باش تولي شويه معلقه، الدجاج يولي بحال هكا ابيض. المهم البنات الحشوه اللي غادي دير في البانيني، هذا الدجاج اللي صيبناه، هنا الفريت اللي غادي نحتاج حتى هو، الكفته اللي طيبتها، البصله، غادي نحتاج الصوص الجيريان على حسب نتوما شنو بغيتو ديروه، بغيتو ديرو غير مايونيز ديروه. هنايا كنحتاجو الفرماج اللي هو هذا المربعات، انا كيعجبني هذا لايت، زوين بزاف، بنين بنين بزاف بزاف. يلا باش نشوف شحال غادي يكفيني. صافي هذا الشيء اللي كاين فتيات، خليكم معايا تشوفوا الطريقه كيفاش غنعمر الحشوه ديال بانيني، شي حاجه اللي طوب ديال بصح. هنا البنات نبداو على قبل ما نبدا نعمر في طاكوس في هذا الساندويتش هذا. كاين البنات ديال البرجر ديال ساندويتش ديال يعني ماشي هذا ديال العيش اللي عادي، هذا ديال الطاكوس كيكون رقيق رقيق، كيتباع في مرجان وتقدر تلقاه حتى مع المنحان. وتقول لي عطيني ديال الطاكوس ها نشوف كيفاش كيكون، كيكون على هذا الشكل هذا قيوة. كنت بغيت ناخذ ما كبر منه ما لقيتش ساله ما بقاش، فخديت هاد الصغار قلنا ندير بالوطي نطيبوهم صغيورين، كل واحد العود واحد غياكل واحد غياكل جوج صغيورين. هنا البنات غادي نبدا معكم طريقه سهله وزوينه. عرفتي كيفاش طلع حمق وعلى الدار؟ قالوا لي والله حتى طلع احسن من ديال الزنقه، لانه راكم عارفين حاجه الدار كديريها على ايديك كتكوني عارفه يعني شنو فيها مرتاحه، زائد حاجه اخرى والله الا جا زوين يعني ضمانتي 100% طلع فن واعر. هنا البنات شنو درت؟ صوص الجيريان يعني كنكثر بحال هكا، كنديرها طويله ما شتتهاش على داك الورقه كامله، كنديرها غير طوله وحده. هنا كندير الفرماج المربع، كندير وحده بحال هكا، والنص الاخر غادي نقسمه باش يلاه يجي داكشي ما يخرجش ليا هذا الفرماج من على برا. جربوه البنات، حاولوا انكم تجربوه كيجي زوينه، خصوصا انكم راكم عارفين دابا مع الدار تحرمنا من طاكوس، انا كنت كنحمق عليه ولكن دابا
قررت يعني الصراحه ما نكذبش عليكم، كنت كنهضر مع صاحبتي بالليل وحسيت انني جبدنا طاكوس ناري، قلت لها ناري جبدتي ليا ناري اشنو جبدتي، قلت لها غدا غنصبح عليها الصباح، قالت لي واش بصح، قلت لها والله حتى غنوض لي الصباح غنشمر عليه واخا عيانه ونقضي الغرض. ايوا صافي هنايا درنا الفريت، درنا البصله اللي شحرناها، واللي ما كياكلش شي حاجه من هذه بحال مول بانيني كتكوني عنده كتقول ليه ما بغيتش هذه ما ديرش ليا هذه، حتى نتوما كذلك اللي ما بغاش شي حاجه ما يديرهاش. صافي هنا كفيته اللي صيبناها، وهنايا الدجاج اللي طيبناه حتى هو ضروري خصو يكون معاه داك النشا، النشا كيدير معاه اللي شتو طيبتو معاه باش كيعطيه داك لو غو زوين، انه كيجي معلق وكيجي المهم كيعطيه واحد المذاق مختلف تماما. هنا البنات، هنا البنات كندوبلو الورقه بحال هكايا باش يلاه كتشد، يعني كيشد داكشي في راسو بحال هكا كندوبلوها مزيان، وغير نحاولوا اننا نعرفوا كيفاش نتحكموا فيه. دابا الاولانيه طرا ليا معاها بحال هكا، الثانيه حسيت براسي صافي وليت معاها بروفيسيونيل، وهذه هي الطريقه، نتمنى انكم تجربوها. ومازال غادي نجاوبكم على عده اسئله ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، بعض الاسئله اللي كنشوفكم كتسولوني في لي كومونتير. وهذا الشيء اللي كاين البنات، خرجوا ليا تقريبا من هذه الكميه اللي صيبتها اللي شتوها، خرجوا ليا منهم واحد 10 الطاكوس واقتصاد، يعني الا جيتي ديريه في الزنقه غادي يطلع لك غلا من هكا ديال الدار. ايوا شهيه طيبه، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ونذكركم البنات شاركوا في المسابقه، شاركوا في المسابقه راه ما بقى والو. وبالنسبه لهذه المسابقات علاش كيعجبوني، ابر يعني ابر انه البنات مساكن انكم كدعموهم، يعني حاجه اخرى انه ناس كيربحوا، كاين اللي مسكين كتلقاه محتاج لهذا الشيء، مثلا هاد المعنات الفليسات منين كيكونوا فلوس الناس كيستافدوا منهم. ف واحد ما ربحش واحد اخر راه كيربح، والله الا كيفرح قسما بالله. الا كاينين بعد المسابقه اللي فاتت الناس اللي ربحوا اغلبيتهم في القرى، ساكنين في القرى، اقسم بالله الا في القرى، يعني باش نصيفط لهم فلوس ما لقيتش فاش، حتى فيرسيت الناس كيعرفوهم باش ياخذوا لهم، باش ياخذوهم فلوسهم، لانهم ما كاينش منين ياخذوا الفلوس. غير باش تعرفوا انه هاد المسابقات كيستافدوا الناس اللي عندهم قنوات من لي زابوني، وكذلك الناس اللي هما مساكن كياخذوا داك الفلوس، والله حتى كيستافدوا منهم قسما بالله. اي والله ديما خلق الناس الاخرين. شي اللي غنقول ها نتوما شتو طاكوس كيطلع البنات، ويلي ويلي داكشي طلع خطير، ومع اورنجينا يامات اورنجينا البنات، منعاودش لكم يا سلام حقكم في الجنه. فقط بغيت نشارك معكم طريقه ديال التحضير ديال طاكوس، وفاش تاكلوه ديروا معاه داك الصوص الجيريان كيجي واعر واعر بزاف. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي غادي يكون فيه شي حوايج غادي يعجبوكم. بيزو كبيره لكم كاملين كاملين، السلام عليكم.